بدي بلابتي أفرتي إلا إم كذا أن تاجنا هي أن ريدي إنه أي مقدمة بدع عصو برتانو تاجنا هي ناي تاي فرون أو أخبر في جوش عاد كسر شيء دي أنا لو ده دقني نوان كان أنا كقف سنين في البيت بريو وين سنقولي من كاس هذا هيستو وقولي فراء أو هذا وقصري دلني رب أنا ونقم إذا واو وقصتي أنا أقول أبي جولها عيدا كأه ولا شيء يرى ولا مر بمشي بحبا يسوق خلبي أديرو قعلي يا إنتي اللي متي ملكي من هالكورية أنا قميت كم عنه ما نضوب نمن يدك يدك خير محبيس تاع مقبرنا من إني هن لوقف لقى قصدي إسكا أري إسكا راعنا يين تالك على قصو قبت اللي يرد دقال كلاس عنا بنا لو قبت وانا لسو خلد له دتك عادي يا مرك الله قبتو هل لو قبن وعي عسكري قوري يسوتها أنا ذيك أنا دوبن أما جاري جديدة هذي روش يجي قد يدود وحيدة إير السمارو ونما الصومالية قد يدن ونودا مسنا إسقنا أول درود دي ذي دبع عيون أنا جاي إلين كخاصة إن أردح أنا جاي من دولة هاي بس تا برت إنه خلاه الله إنه لنا أنا دولة ورخ يا ساكلا يجعلها ورخ سماها ورخ ساك يجعلها سدح كهاي مقالة كسو ورخين سدح بيتهاب ونكهر تغني ميل كسته وكتشبي سوق بانو كغاف سناي بيبيال بانو كغاف سناي حدا نواد عرفت حالة ده هل كيف تهاجن حاضر بانك كتهاي وداونا ساو دومنا سا نيت كال كاوران أنا قدو بمين أنا سيدا يدو وانو دمنا دمشا دانا ومانا قانو دب بلا يابا قف كي ويلا هي أخرى نقود انتا عيدا ماذا يسيب حالي يقول intaanu soo qabanna kama dhigana cid kale hadaan tan imko kuwa soo qabto aan ilaado waa islaamiy islaam noqonayaan waxa weeyaan dad nolol oo naga midana cid kale ka dhigmayno anaga sidayada waan u dhimanaa dhimashadana uma naqaano dib wax bilaayaaba qofkii uu ilaahay u qorana uu dhinta laakiin wax qorsho noogu jira ma cid nool inaga qabsado waxaan ku haynaa saraakiil aanu la hadalsiin doono oo ha guutada sideedaad oo aha ciidanka ninka la yiraahdo Ismaaciil Cali Khayre ciidankiisa way joogaan waanu haynaa gacantaan ku haynaa qof maxbuus iyo qof meeda midna sawirkiisa xun u sheegmay uu daadsanaa meedkooda dadkii dulmiga ku soconayay la soo qalday gaadiidkan ku hayno kanba kamida waxaa kamida gaariga beebaha ay adarkayseen 37 baa kamida فيصل علي بوطان وحكو فانا يا كاري يورا برون وقد كود عاي وعيدما دي اسي اي ليهين ان قاري بوحل كود عاينا دي انتا كان فرح حبضاني نايو مغطو فلو بهان يعني كي كوي لقب صدي حبضو يدو كود عاي سيان بوحل كود عين لقب صدي رقا دلن يرادا هي حقو در رقا هي حتا عن هين عيدا مهر اي قب صدين وانا قصار وكوان سارنا يكون مغطو كوي معوسا هو تي قب صدي كوان ويان ومغطو ويان ان وحانو لان هاي هاوش هو يسعون ايسا انتا اي هالكا فديان عيدا كي اسلم نين مغ... نين شتاي هوتيل هوتيل نين شدنا يا اما مقاحي كادون تدوه هدو يلك تكدين وايو سامان حاله ما ترو هدي حكومة إن أورك موسى بيعي عدنا نوك يعني هدو يسقو تلوه إذا يسقو تلو مايس نبضنا نوك الله يي عمر بدنا نودك يي مرة مرة فعسوري دي مرة نوري حتى أنا أقول هذا إنه بحان كوسو عن هاي دي جامد دي هري أنا دكانين يكوا كمدة تاسكو مغتوى هان تبيها أي صدق حبلات صار يعني أي كتشرين تيل كبير أي كتشرين والله رك تعيد إنك عايز إن أنت تكف مورا الكلود سو بين لوش هو سانا لو بحنا برشة القرآن كو وواجب كستو سانا قف كستو إسلاما سيبهان والد كقربا كنول والد وبد كعبر أنت يريهين قرآن كريم كعلوم تشريعة الإسلام كا adigoo ka baraya dugsiga habka online ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online
ودوكسي كوفرن أفري لباتنغا ساعدود يتضبط مع الموضوع أسبوعا وحانا دوكسي غالي كوچوغا معلمين سكوچا رغي الدمر كواسو أوبادكا كبربارين ايا حفتيغا قرانغا كريمكا يا بربارين تسانة أوبادكا علوم تكلا دوان اي دوكسي غاني عاد كبران ايسا وحا كميدا برشادة حفتيغا قرانغا كريمكا برشادة هيقاد أفكا عربيغا برشادة دعوينك يوليب برشادة أفكا صوماليغا يبرشادة علوم تشريعة إسلامكا سيدا فقيغا أحاديث تفسيركا يعلوم آدو فربادن دوكسيغان اي وحكا برتان أرديك لا تشوكتا قاردها دونيدا وحوسنا دوكسيات كان وقادنا يا أرديك كوبان أولا برا يدين تينا إسلامكا هذا بوالد كم من نقا أوبات كاغا كان دوكسيغا مدرسة القرآن أولاين وحي فافاين انتادين وحي نوكال حريد ايسان تليفانا دا شاشة دا يدي كم مغدا إن آنو سود وين مين إن آنو كانو إن أو يرنو رجي يضب لحاتك وها كعضون كي فكر إن كعضون كي فكر كي وكي يميد كعضون كان إن هو بيستنى بالشدة إن سيدا دكتهين واحد نصوغ اللي هل جندير وسعونا يد طبعا نان سنو ونبني كقب سنة يي إن لكن طبعا كي سنة وجودا بيسوي واحد شري للي يرى ذا رج بدن ومع اليوسف يسوع يهان كي كلو كسي الرئي وصوص لا يرجع لها نبني بوسو ديبي قربت واحد نقول كان ويرني إن وانو نبي نكمل إذا رجي وأها أضرب لحاتك كعذون كنا اللي يرى ذا يا هذا الفكر كا إن وانور إليه وانور إلا وإلا و لا سعند إمو iyadoo loo iimaanayo ama ujeedada ugu yarnay ahayd in aanu dhahano warada dadkii dagaal bu soo galay ka horna waxa la galay dagaal fikir ah taasi saysan oga bixin marka oo bulshadii loogu hayo bulshadu haday dagaalamayso waxay u dagaalamayso ma aad garanaysaa marka waa in isagii aanu sameysano oo isagay rag badan oo lamida aanu ka dhigano dadkii qudwada u ahaa halganka waanu maamuska u siinayno rag badan waxa jira lamida nuur laakiin dadku waa inay leeyihiin cid ka hormarto ay iska arkaan taas aanu ku maamusnay anaga niri imow sidaas ku yimid war soo dhaweeyeen halka kula soo dhaweeyay nuur sida uu macallin gurad sheegay wuxuu ku hormood ka ahaa dhalinyaradii halganka afka iyo qalinka ku soo bilowday meelo adag soo mariyay maanta waxa weeyahay xaaladeenu aad iyo aad u fiican tahay oo gobolnimada aynu qayb ka mid ah gacanta ku dhigneyna nuur ilaaye iyo ragga inaga dhintay iyo kuwa maanta jooga iyo dhammaantoodba waxay noqonaysaa inuu taariikhda ku xusi doono intaa kadib waxaan ku darayaa dagaal baynu ku jirnaa dagaalkaas aynu ku jirno wuu inoo bilowday wuuna inoo soo socday wuuna sii socon doonaa dagaalka waxa la isku hayo ayaan rabnaa markaa inaan u gaarsiino ummaddii jamaahiirta noqotay ee faraha badneyd ee maanta waxa weeye qaybina ay qoriga siiyto qaybina waxa weeye agabkii kale ee dagaal loo baahnaa ay la garab roorayaan dagaalka maanta socda ee nugaal inagaga socda aynu ku jirnaa waa dagaal aynu jiritaankeena nololeed ku badbaadinayno marka koowaad marka labaadna waa dagaal qadiyadeed qadiyada haddaan ku horeeyo soomaaliya waa tii sagaashankii qarankeedii uu burburay isla soomaali baana burburisay intaas oo dhan oo ilaa saaka lagu yimaado marka halkaa laga soo bilaabo qarannimada iyo isxurka ummadda soomaaliyeed deegaankan baa laga ilaalinayay taariikhna wuu leeyahay geeska afrika ka qoran soomaaliyana ku qoran waa taariikh halgan taariikhda halganka soomaalidu waxa weeye inay marka hore ogaato gaar ahaan halganka qadiyadda ah ee ah isku haynta ummaddu wuxuu maanta waajibkeedu saaran yahay oo inuu fagaaro ka dhaho iyo inuu si kastaba u badbaadiyo maanta waajibkeedu xooggiisu saaran yahay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed deer jir xasan sheekh maxamuud waa xagga jiritaanka qadiyadda isku xirka iyo midnimada madax bannaanida ummadda soomaaliyeed tan kalaa timid jiritaanka waxaan jamaahiirta gaadhsiinayaa dagaalka maanta socda laba waxba u dhexeeya
جماهير هذا بعدين وحلقوا تقالهم يا وشرتان كينا شرتان كينا بدوايسة جالس كافر كتاريخ بدن بوليوم ما ضبط بين تيس هلايان صاغو باباي إن شاء الله النقر مين لكن شرتان كينا وحويينو بدبادو وشرتان كينا بدبادو سيدنا نكون نادي نكون شرتانكا شيطانك قول يستاقع يا هبارك قبل وقويك الصومالي كصبحي وبابايا ان تاسنا وقبل قطب كاس ان انت كلا يا ان قدر يا وحاجوي ان صومالي دو وحيلا دي هلقن هلقن ديغان يو هلقن دلبا كلا جرا هلقن كدلك ولا ودلي واسويل ودراويش يوحي كلا اللمضة يا احمد قري هل كان ديغان بالا غريسي دلكو بربري عدي جريتان كيدا قبيل نيو بدبات سنوي دا جريتان كي قرن نمو دا صوماليات نحو كان نقون ميس سيدا سوغ جريتان كي قد يد ديغان كواين لو دقا الما والو دنتا يلو سي دنتا والو غورا غلا يلو سي رو غورا غلا تاسن تاسن كورن لها جماهير تنا آت بنو سلام ايا حان ادعين ايا وان ادعين ايا وان ادعين ايا وما ان رمضان وين صومن waxaan u taagnaa taaladii shahaadada intii inaga dhimatay maantii dagaalku bilowday 27kii December ee xabada sheeydaanku dishay dhalinyarada iyo intii dagaalada difaaca dhufaysada inaga dhimatay askarahay in Ilaahay u naxariisto idinkuna aad u ducaysaan inta ku dhaawacantay in dhamaantood Ilaahay u boogadheeyo inta ku barakacday meelaha inaga maqan waxa weeye inay dhirhani iyo qurux iyo wanaag ay ka sii qaadaan ay sanu arkin dad ciif oo quxuntiisan soo aqoonsan deegaanadoodii ay joogan harti bay u galeen daarood bay u galeen waa waxa weeye gobnimo aad baa idin salaamayaa.